السلام عليكم متابعينا الأعزاء. في هذا الفيديو ستشاهدون قصة أصغر بقرة في العالم وأكثرها سحرا، وكيف أنقذ الكلب غزلا غريقا في البحيرة، بالإضافة إلى قصة لا تصدق عن فيل قام بحفر حفرة في الوحل لمدة 11 ساعة ثم أخرج شيئا غير متوقع منه. لمتابعة كل هذا وأكثر تابعوا معنا الفيديو حتى النهاية. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. إنقاذ كلب لغزال غريق في البحيرة. حدثت هذه القصة في ولاية ألاباما الأمريكية. لاحظ أحد السكان المحليين ويدعى رالف أن كلبه هارلي كان يتأخر في المشي. عادة بحلول هذا الوقت كان يعود للرصيف بالفعل. شعر رالف بالقلق ونظر من النافذة المطلة على البحيرة. لاحظ هارلي على الفور، لكن الكلب لم يكن في عجلة من أمره للعودة إلى المنزل. كان مشغولا بأمر مهم للغاية، سبح في الماء في اتجاه حيوان غارق. فكيف يا ترى انتهى الأمر بصغير الغزال في وسط البحيرة؟ الأمر غير معروف، ومع ذلك فقد اتخذت المسألة منعطفا خطيرا، حيث يمكن للغزلان البالغ السباحة بسهولة عبر البحيرة، ولكن في بعض الأحيان تتعب هذه المخلوقات القوية. الغزال الذي وجد نفسه في وسط البحيرة لم يكن لديه فرصة للخلاص، خاصة وأن الصغير قد تعب من التعلق فوق المياه بقوته الأخيرة. بفضل هارلي انتهت هذه القصة بأمان. وصل في الوقت المناسب ودفع حرفيا الغزال الخائف إلى الشاطئ، وعندما كان الغزال الصغير على الأرض لعقه المنقذ، وسرعان ما ظهرت الغزال الأم من الأدغال وذهبوا. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه بعد فترة ظهر الصغير مرة أخرى بالقرب من منزل راف. يشرح الخبراء الموقف من خلال حقيقة أن الطبيعة في جينات الكلاب متأصلة في مساعدة الآخرين، لذلك غالبا ما يندفعون لمساعدة ليس فقط الناس ولكن أيضا الحيوانات. فيل يحفر حفرة لمدة 11 ساعة ثم يسحب منها شيئا غير متوقع. لاحظ سكان قرية هندية صغيرة في ساحة وجود فيل كان يحفر حفرة. في البداية لم يعر الناس اهتماما كافيا لهذا الأمر، لأن مثل هذا السلوك يعتبر طبيعيا جدا بالنسبة للفيلة. ومع ذلك استمر الفيل في الحفر حتى بعد أن غادر القطيع بالفعل، وعمل لأكثر من 10 ساعات دون تشتيت انتباه حتى للراحة والطعام. اعتقد الناس أن هنالك شيئا ما، والمفارقة هي أن حيوانا بهذا الحجم يحتاج حوالي 150 كيلوغرام من الطعام كل يوم، لذلك تقضي الأفيال كل يوم تقريبا في البحث عن الطعام. في الوقت نفسه لا تعاني هذه العمالقة من الجفاف، حيث يتم الاحتفاظ بالرطوبة في ثنايا جلدهم السميك، لكن الأفيال تحتاج إلى تناول الطعام عدة مرات في اليوم، بالإضافة إلى أن الأفيال عادة ما تستحم بطنين لحماية نفسها من حروق الشمس. ومع ذلك يبدو أن الفيل المعني قد نسي غرائزه الطبيعية، كان شغوفا بالعمل دون التفاف إلى أي عوامل مزعجة. قرر القرويون حينها معرفة الموقف وأرادوا أولا إطعام الضيف الغير متوقع. تم تحميل عربات مليئة بالأطعمة، ومع ذلك تجاهل الفيل المكافأة المقدمة له. لم تنجح أيضا محاولة تشتيت انتباه الفيل. واصل العمل محاط بالناس الذين يراقبونه. عندما تعب سقط على ركبتيه، لكنه سرعان ما نهض. لتجديد قوته اهتم الحيوان بالطعام الذي يحضره القرويون له وذهب إلى عربات الطعام. انتهز القرويون هذه الفرصة وتمكنوا من الاقتراب من الحفرة والنظر إلى داخلها. كان هنالك فيل في الخندق، وطوال هذا الوقت كانت الأم تحاول إنقاذه، ومع ذلك لم يكن الفيل يعرف كيف يتصرف، لذلك جعل الأمر أسوأ. لقد فهم الناس أن الصغير بحاجة إلى الإنقاذ، ولكن يجب القيام بذلك بدون أذية الفيل الصغير، وإلا ستصرخ الأم غاضبة. قام السكان المحليون بإزالة الرمال من الحفرة، وقد ساعد ذلك وتمكنت الأم من الوصول إلى صغيرها وسحبه إلى الخارج، وهكذا كانت العائلة قادرة على لم الشمل. ومع ذلك فإن هذا اليوم غير العادي، سوف يتذكره جميع سكان القرية لفترة طويلة. أصغر بقرة في العالم. كان اسم هذه البقرة الساحرة كوتيراني، عمرها تقريبا سنتين، لكن في نفس الوقت يبلغ طولها 51 سنتيمترا فقط ووزنها 28 كيلوغرام. تعيش هذه البقرة في جمهورية بنغلاديش على أراضي مزرعة خلودارا.
بفضل حجمها أصبحت البقرة نجمة حقيقية على الإنترنت، إذ يأتي السياح والسكان المحليون باستمرار للاستمتاع بهذه المعجزة. ووفقا للمالك فقد زارها حوالي 15,000 شخص، وحسب المالك فإن هذه البقرة الصغيرة تحب أن يتم حملها على الأيادي. مع هذا الجسم واجهت صعوبات في الحركة وتخشى من أقاربها الأبقار الأخرى، لذلك توجب الاحتفاظ بها منفصلة عن الأبقار الآخرين. وفقا لاستنتاج الطبيب البيطري المحلي فإن توقف زيادة وزن البقرة ناتج عن اضطراب وراثي. في الوقت الحالي ينتظر خلودار ممثل كتاب جينيس الأرقام القياسية لتسجيل رقم قياسي. الآن أصغر بقرة على هذا الكوكب تعيش في الهند واسمها مونيكا آمو. ارتفاع هذا الحيوان 61 سنتيمترا. صداقة غير عادية لكلب مع راكون. الكلاب أصدقاء رائعون، لكن مظهرهم أقصر بكثير من مظهر الإنسان. وضعت شيرلي ستيفن كلبها مع وجود ألم في قلبها، وبعد فترة أخذت صديقا جديدا لها اسمه تشيف. ذات مرة أنقذت امرأة زوجين من حيوان الراكون من مشكلة، ثم أطعمتهم بانتظام بالحلويات المختلفة، ونتيجة لذلك بدأ سكان الغابات بالزيارة بشكل متكرر. كانت هنالك صداقة حقيقية بين الكلب وحيوان الراكون، وكانت المرأة قلقة لعدم معرفة كيف سيكون رد فعل تشيف لمثل هذا. ومع ذلك كانت هنالك صداقة حقيقية، واتضح أن الكلب الجديد ودود للغاية، وبدأ في التعرف على حيوان الراكون بفضول. لقد أقاموا على الفور علاقة ودية منذ الاجتماع الأول، وبدأت الحيوانات في اللعب متناسين كل شيء في العالم. بينما تساءلت المرأة نفسها كيف تمكنت هذه المخلوقات المختلفة من الانسجام مع بعضها البعض، لكنها تعرف أنه من الممتع مشاهدة هذا. أحيانا شيف يتخيل نفسه أيضا راكون، ويسمح لأصدقائه الجدد بالقفز على ظهره وعدم إظهار العدوان أبدا. نكون الآن قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، فنتمنى أن تكون هذه المقاطع قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل إن شاء الله.